منتابع اخبار الصباح ومنستقبل ضيفتنا الثانيه لليوم ساندرا خلات عبد النور رئيسه جمعيه بسما. صباح الخير ساندرا. صباح النور. صباح الخير. انت موجوده معنا لانه ايار هو شهر العائله والاسبوع الماضي ساب ب 15 شهر كان صح. اليوم العالمي للعائله. بهالاطار وضمن نشاطات جمعيه بسما الهادفه لمساعده العائلات المحتاجه، عقدت الجمعيه مؤتمر لاطلاق الحمله الرابعه للجمعيه وبمناسبه اليوم العالمي للعائله. تقرير منتابعه سوا ومن بعده حديث مع صادرة لنضوي على أهم المحطات خلال هالشهر. من خلال تأمين الطعام للناس المحتاجة انطلقت جمعية بسمة بال2002 لتتوسع نشاطاتها وتوصل مع كل سنة بتمر خطوة أقرب لكسر حلقة الفقر يلي عم بتسيطر على العائلات وتوسع العمل على التنمية الاجتماعية ضمن الإمكانيات الموجودة. وبمناسبة اليوم العالمي للأسرة نظمت هالجمعية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام جلسة حوارية برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية ريشار كويومبيان حول شؤون العائلة اللبنانية والتحديات يلي عم بتواجهها بالظروف الاقتصادية الصعبة. بحسب دراسات البنك الدولي بال2017 انه ثلث الشعب اللبناني عايش تحت خط الفقر، اي 1.5 مليون لبناني بيعيش باقل من 120 دولار بالشهر. قررنا نطلق شهر العائله خلال شهر ايار لنعمل توعيه للراي العام على اهميه احتضان العائلات المحتاجه وعلى التداعيات السلبيه للوضع الاجتماعي المزري اللي نحن فيه. بس نونذليس في عنا مشكلة اقتصادية اجتماعية تكاد تكون إنسانية، فهون بيجي دوركم وبيجي دورنا. الوزارة عم بتقوم بما يمكن. حلقة الحوار حضرها عدد من النواب، سيدات الأعمال، إعلاميين وأصدقاء للجمعية. فكانت الحملة الرابعة لجمعية بسمة يلي تناولت أبرز المواضيع الاجتماعية من غلاء المعيشة إلى قوانين العمل والبطالة، إيجارات البيوت، التعليم والمدارس الرسمية، لتطلق أفكار ومبادرات داعمة للأسر المحتاجة. ساندرا، يعني الأرقام بتصدم، ما بعرف كجمعية كيف قادرين تلحقوا لحالكم أو إذا في حدا عم بيساعدكم، بس في أكثر من ثلث السكان بلبنان عايشين ب 120 دولار وأقل بالشهر. صح، الوضع كتير مزري ونحن حبينا نضوي. هلأ نحن بيوم مناسبة يوم العالم للعائلة منحب ندوع على هالامور ونعمل توعيه. نحن كل سنه بنشتغل على الارض، بس بهذا الشهر بهالفتره بالاضافه لعملنا على الارض ومع العيال، نحن منحب ندوع على هالامور تالناس. في كتير ناس عن جد ما بتعرف شو عم بيصير. منشوف حوالينا الناس بيقولوا انه اكيد في فقر، بس ما بيعرفوا يعني اللي بيعيش ب 120 او باقل من 120 دولار بالشهر يعني ما في يدفع اجر بيته، ما في يسكن، ما في ياكل، ما في يدرس، ما في يدرس ولاده ولا يطعم ولاده. يعني نحن الرقم خوفنا، كيف انتم اللي عم بتشوفوه على الارض؟ اللي عم نشوفه يأس وديبريسيون، يعني عم نشوف ديبريسيون. هلا العيال عايشين عن جد بفضل كل هالجمعيات اللي عم بتقوم بهالجهود ومبادرات شخصيتها يضلن هالعيال واقفه على اجيهم. وكتير مهم، ومشان هيك عملنا المؤتمر. فكره المؤتمر لازم نحكي وتبين بالمؤتمر انه بالدستور اللبناني هو حق للبناني، حق السكن، حق الصحه، وحق التعليم المجاني. هول حقوق يعني من حقوق اللبناني الانسان يعني اصلا لازم يحصل عليهم بشكل مجاني. صح، يعني قصدي وهذا الشيء منه موجود. يعني نحن هون ما عم نحترم الدستور.
مشان هيك يعني هو اللي اهم شيء بحياه العائله، وكثير مهم نحكي عن العائله كعائله غير انه عم نساعد الاطفال او المسنين او الشباب. اكيد كل فئه لحالها، بس صرنا رابع سنه على التوالي عم نقوم بهالحمله، واليوم عم نشوف انه العالم صارت عم تعطي اهميه لهالنهار العالم للاسره، وعم نعطي اهميه للاسره ككل. ما فيك تداوي شخص بالاسره وكل الاسره وخصوصا متضرره. الوضع بيأثر اجتماعيا بس كمان بيأثر على الروابط يلي معقول تجمع العائلة مع بعضها. أكيد. يعني ما نحن بنقول إذا تفككت العائلة تفكك المجتمع، لأن المجتمع مكون من عائلات. من هون لوجو بسمة مثل بازل، إذا نشوفه لوجو الجمعية، وخاصة إنه الأطفال هن أساس، هن مستقبلنا لبعدين ساندرا. ويمكن موضوع التعليم من أكثر المواضيع يلي أنتم كمان بتسعوا إنكم تأمنوها، من هيك صار عندكم مدرسة ليلية كمان لهالأشخاص اللي مش قادرين يروحوا على المدرسة. الولد اللي سقط وترك المدرسة عمر 14 أو 15، يعني هذا راحت حياته، راح مستقبله. وفي كتير يعني ما العالم ما عم تعرف، ما في ستاتستيك بتقول قد في، نحن عنا احصاءاتنا انه بنقول نحن ببصمة بنعرف انه في 17% من الاولاد اللي عمرهم فوق ال 11 سنه ما بيروحوا على المدرسه، هول بعيالنا. سو على صعيد لبنان، على نطاق لبنان ما بعرف شو الاحصاءات، بس اكيد كتير خطره واكيد أسوأ. سو نحن عم نقول هالولاد عطوهم فرصة، لأنه التعليم اللي هو الوسيلة الوحيدة اللي بتكسر حلقة الفقر، وبتعطي أمل إنه هالأشخاص يطلعوا من الفقر، ما ينحرفوا وما ينحرفوا. طيب ساندرا، كيف عم تقدروا تشتغلوا؟ يعني هون بصير في سؤال كتير كبير، لأنه ال 120 دولار وين عم بحطوها؟ يعني وين الأولوية؟ الأولوية الأكل، الأولوية ما بعرف الحرمات بالشتاء، الأولوية الشرب، ويلي هي ما رح تعمل شيء لو حطوها بحيالله وحدة من هدول. صح. وقت بلشنا بصمة من 17 سنة كان الأولوية عند الأهل هي التعليم. كان الأهل بيبيعوا كل شيء بس مهم يتعلموا أولادهم. اليوم للأسف منشوف إنه الأهل ما بقى عندهم يعني الإدراك قد ايه أهمية الوعي عن أهمية التعليم. هلأ عم بيمشوا بالبزوان البازيك، يعني عم بيمشي بالأكل. يعني مهم أن تعمل الأولاد، هي أهم شيء. هلأ السكن بتشوفي كتير بيوت، نحن منزور بيوت أوقات عم بيقدروا يأمنوا الأجار أو بيتدينوا أو ما بينكسروا على كذا شهر، بس بيكون ما في تخت، ما في براد، ما في فرن، بيت كله رطوبة، كله نشف، ما في شيء. نحن بنرمم وبنفرش. لا بعرف بس كيف؟ يعني كيف قادرين تلحقوا على كل هالفقر؟ لا عم نجرب قد ما فينا، يعني نحن عم نجرب الماكسيموم، يعني قد ما فينا عم نعمل، بس أكيد ما فينا يعني شوي بعد الطرق. يعني بالأخير بديك على صعيد وزارة، يعني بديك تشتغلي على صعيد بلد. يعني أنت وين أكثر المناطق؟ نحن أكثر شيء مناطق بيروت الكبرى. وبين بآخر استادي عملت دراسة من الأيوبي، بس بعد ما طلعت بالإعلام. وأنا بعرف لأنه الشخص اللي كان عم يشتغل بهالدراسة قال انه تبين انه الفقر عم بيكون اكثر شيء بالمدن اكثر من الارياف. صح. طيب ساندرا، في كثافه بالمدن اكثر من الارياف. هلا خلال شهر ايار انتم خلال السنه عندكم محطات كثير بتعملوا غالا دينر وغيرها تتقدموا يمكن هالمبالغ اللي بتدعمكم، بس خلال شهر ايار كمان على موقع زومال صح فيهم الاشخاص يفوتوا يتبرعوا لا هيك يسندوكم شوي بهالمهمة اللي عم بتقوموا فيها. أمين بالحملة على زومال كرمال نقدر نرمم ونفرش أكبر عدد ممكن من البيوت. اللي بحب يساعدنا نكون عم نقوم بهيدي المهمة، إن العيال يكونوا عن جد ساكنين بأقل شيء، يعني الإنسان يعيش بلياقة ببيته. أكيد فيهم يلاقوا بصمة على زومال ويقدروا يساعدونا بحملتنا. قديش بتحسي صارت مسؤولية شخصية عليك أنت أنك تقدري تعطي اهتمام للأشخاص يلي عن جد بحاجة؟ يعني أنت شخصياً قديش بتصيري عن جد هيك عندك قلق أنك تأمني الاحتياجات؟ أنا شخصياً مكرسة حياتي لهذا الموضوع. سو عم نعمل المستطاع، بس المستطاع بالأزمة الاقتصادية اليوم اللي عايشينها
عم بيكون أصعب، يعني الرسالة تبعيتنا عم بتكون أصعب، يعني وقت الأشخاص حتى اللي عم بيتبرعوا ما بقى عم بيقدروا يتبرعوا، سو نحن عم نلاقي صعوبة نقدر نضلنا نقوم بهالمهمة، مشان هيك الجهود اللي تكون هلأ أكتر. طب من بعد هالمؤتمر صادرة قديه مهم ترجع هالحلقات اللي قدمتوها إن كان عن موضوع التربية، السكن أو غيرها، إنه يمكن تتوسع يكون في حلقات لبعدين بركي في توصيات ممكن تطلع تتنفذ؟ لاحظنا بهالمؤتمر إنه بركي لأول مرة بنحكى بهيك مواضيع، يعني وحسينا قديه الأشخاص بحاجة يحكوا مع بعض ويبحثوا كل هالأمور مع بعض، مشان هيك بركي نطورها، يعني كل شهر شهرين نقدر نبحث بموضوع واحد بمعمق، يعني مش كل يعني نمرق على الموضوع بسرعة. في حاجة لهذا الموضوع. كان في تام كتير مهم طلع بهذا المؤتمر، إنه الأم هي يعني أساس العائلة والعائلة هي أساس المجتمع. وأوقات كتير يعني اليوم ما نعرف العيال ما فيها تقوم بحالة إذا المرأة ما عم تساعد جوزها بالمدخول البيت، وأوقات كتير الأم عم بتعيل عائلتها لوحدها إذا البي مش موجود لعدة أسباب. مشان هيك نحن عم نقول هلأ بدنا نشتغل، يعني مثل ما بيقولوا هلأ عم مسودة قانون نقدر نشوف الأمات ما عم تقدر تشتغل لأنه بتكون مع أولادها بعد الظهر تدرس وتربي جيل صالح، ما فيها تشتغل للستة والسبعة وما تعرف شي عن أولادها. فعم نجرب نشتغل على قانون تقدر تشتغل للتنتين وتاخد كل حقوقها من الضمان وغيره، والمرأة بذات الوقت تكون عم بتساعد بالمدخول، تكون منتجة بالمجتمع، وبذات الوقت تكون عم تربي عائلة صالحة. الله يساعدها هالمرأة اللي بدها تلحق عن جد. طيب صادرة، بما انك ذكرت القانون رح ارجع شوي لخبرية الدستور يلي بقول انه من حق كل مواطن الامور الاساسية يلي هي طبابة او سكن او مجانا، هيدا الموضوع شو عم تعملوا فيه؟ عم بتدقوا الابواب؟ عم بتشوفوا ما بعرف مسؤولين بالوزارة بالحكومة؟ هلا اللي كانوا موجودين في كتير نواب هن باللجان المختصة بهيدي الامور، وهن اللي حكوا بهالمواضيع، بس قد ما الامور صعبه، يعني اما يعني الصحه يعني الضمان مزبوط، وكمان في عندنا ضمان الشيخوخه، يعني هولي امور انعمل قوانين ونضبوا بالجوارير، يعني صارت كثير سياسيه، يعني ما بعرف مين في حل هيدي الامور اللي بالدستور. اكيد يعني هي حلقه معقده صراحه، يعني كثير معقده، معلقين كلهم بعضهم. التعليم حكيوا عن الوزاره، حكيوا يعني انحكك بكثير مواضيع. هلا نحن رح نشيل اهم شيء من هالمؤتمر ونحطه على اليوتيوب شانل تبع بسمه، على بسمه درو اسمايل على اليوتيوب، تنفرجي شو هن اهم المواضيع اللي انحكى فيها. طيب صادرة، قبل ما نختم نضوي كمان هيك على اللفته يلي قامت فيها الامم المتحده تجاه كل الاعمال يلي عم تقوم فيها مؤخرا، كنت هيك مثل سفيره لهم صرتي؟ صراحه كانت مفاجاه ساره، اكيد تلفنوا لي تقولوا لي انه هن عندهم حمله رح يقوموا فيها تيك ستيب وعن الاس دي جيز والجولز تبع اليو ان سستينبل ديفلوبمنت جولز وهيك، وحبوا يختاروا، كانوا عم بيقولوا انه يشوفوا الجند المجهول بالمجتمع، سو فكروا فيه، بالاخص نحن بشهر ايار شهر العائله نحن اكثر شيء عم نساعد. بقى اكيد بدي اشكرهم على هاللفته الحلوه، نفكروا فينا. مبروك ساندرا، ويعطيكم العافيه بكل الجهود يلي عم تعملوها بالجمعيه، الله يقويكم وتضلوا بهالهمه. ميرسي على الاستضافه. اهلا وسهلا. نحن معك رح نكون عم نختم الحلقه والختام رياضي. نحن بنشوفكم بكره بحلقه جديده. باي. يطمح ريال مدريد ان يكون